تعشوا شوية يا شباب، صار في اشتباك. وين بيكونوا هدول؟ انتبهوا. هدول المهام الخاصة. رجعوا لورا باتجاه الأوش. شمال مين تروحوا؟ نحن بنعرف نتصرف معهم. يلا يلا بسرعة، روحوا على هديك الساوية. يلا 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 بسرعة شباب، هدول عم يهربوا، بسرعة خلونا نلحقهم. لك بنت صغيرة ما عم تقدر تمسكها. يلا الكود الكود بسرعة. يا عمو خير يا بنتي؟ عمو بترجاك ساعدني. شوفي يا بنتي قولي لي خير. شوفي رح يمسكوني يا عمو، مشان الله ساعدني. خلص اهدي يا بنتي، بترجاك خدني من هون. لك امسكني لهون. هوب وقف يا اخي، شو بدكم بالبنت؟ خلعتي. يلا يلا يلا. دخلت على البناية. انت منيح اخي؟ منيح منيح. شفت هون شي بنت هربانة؟ فاتت على هي البناية، كانوا لاحقينها اثنين. يلا بالتا. وافي تعالي، لك تعالي لهون. وين بدك تروحي؟ تعالي لهون. تعالي لهون. بعد عني، اتركني. خليك يا علي، بقيت لكم خلاص منك. ها لك انا شو عمل لك؟ بقصك في راسك وبخلص منك. ليك ولك ترك ولك. لك ترك البنت. العمى لك هدول كيف بدنا نخلص منهم؟ ارفعوا ايديكم لفوق. لا تقوس لا تقوس لا تقوس بترجاك. لا تقوس لو سمحت، لا تقوس ما تقوس. اياك تقوس. يلي دفلت لورا. يلا لشوف. لو سمحت لا تقوس. وانت تعا معي. لا تقوس. يلا امشي ولا امشي. انا عندي سكوت ولا تترجاك. لا تقوس بترجاك. فوت لهون. لا تقوس. فوت بترجاك. سلاح ثيابك. شو انت ما بتفهم بالحكي من اول مرة؟ قلت لك سلاح ثيابك، الطاقية والجزمة وكل شي بسرعة. يلا تحرك. لوين راح؟ ما بعرف. هون في زلمة. عايش. وهداك الزلمة وين اختفى؟ أكيد هون بالسجن. لوين بده يروح؟ عمو خلصني منه. سلم حالك وارمي سلاحك. لك شو عم تمزح ولك؟ اترك البنت ولا رح تاكل رصاصة براسك. خوفتني والله. عمو بترجاك خلصني منه. عمو بترجاك ساعدني بسرعة. لك اسكتي ولك. أنا ما عاد عندي صبر، إذا جنيت ما عاد حدا يقدر يوقفني ولك.
يكون بعلمك، فهمتني ولا لا؟ لك أنا مو فارقة معي ولك، بقتل البنت وبخلص منها، اترك سلاحك.